ولم يثن عزماك عجز الثقى وصار شعارك ربي رضاك. السلام عليكم، بهذا الفيديو راح يساعدنا الكابتن حسن. اهلا فيكم. طبعا اول شيء نشكره لاتمام السلسله معنا. بهذا الفيديو راح نتكلم عن طريقه لو واحد مثلا مسكني بهذا الشكل من الخلف، شوف ايدي الان مقيدات، كيف اتخلص من هذا الموقف، والشكل الثاني منه لو رفعني للاعلى بهذا الشكل كيف اتخلص من هذا الموقف. طبعا هذا الفيديو حركاته بتنفع كمان للوضعيه الاولى اللي تكلمنا عنها في الفيديو السابق في السلسله هاي، في الفيديو السابق اللي لو ايديك كانوا محررات نفس الحركات ممكن تفيدك. تابعوا السلسله وبتمنى انك تنشر هذا الفيديو لاصدقائك. تابعوا. الان في هذه الحركه اول ما يهجم علي الخصم شوف مساك وسعت رجلي، الان رجله صارت بين رجلي بهذا الشكل، انحنيت للامام، في نسبه من ايدي حرات بستخدمهم، شوف مسكت رجله، الان برفع للاعلى راح اضغط الركبه، راح اذا ضغطت كثير راح ممكن اكسر له ركبته، شوف الرفعه بتكون للاعلى، ضغطت الركبه من العضله هاي من العضل الداخلي بالفخذ، شوف كيف ضغطها هون، يعني استنت عليها وضغطت حركت المفصل عكسي بشكل عكسي، اذا شديت ممكن تكسر رجله تمام، لان رفعت للاعلى اول ما يسقط للخلف شوف برفع رجلي بضرب على المحاشم اسفل البطن بكمل على الوجه بهذا الشكل تمام، مفهوم كيف؟ في هذه الحركة أول ما يثبتني الخصم شوف في لسه مجال حر من إيدي، إشي بسيط تمام، باخذ خصري للجنب شوف بهذا الشكل بضرب سيف يدي شوف على المحاشم، واحد شوف سحبت رجله ضربت ضربة هاي بتكون قوية، بكمل بكوعي واحد على صدره شوف مسكت كتافه واحد كملت اثنين ضربت في ركبتي على البطن بكسره للأمام واحد كسرته للأمام شوف قوة، بعديها بمسكه بسحبه برمي رمي للخلف شوف واحد برمي بكمل ركلات لكمات عليه تمام، مفهوم كيف؟ في الحركة الثالثة أول ما يمسكني رفعني الخصم للفوق شوف رجلي خلفه واحد ثابت رجلي ثبتت رجلي شوف خلف ركبته واحد بهذا الشكل تمام، رجل واحدة بس ثبتتها واحد شوف بكعب رجلي شوف على المحاشم رفعت رجلي ضربت بقوة تمام بكعبي على المحاشم أو على البطن ضربة تكون قوية تمام، رفعني ضربت بقوة من قوة الضربة راح يتركني شوف الآن هاي الضربة راح تكسره للأمام تنزله للأمام شوف لا ضربته أنا بهذا الشكل دوران وامسك تمام، لأنه هو الحين كسر للأمام مسكت مسكت رقبته الآن الخنق واحد الآن برفع للأعلى طبعا هذا الخنق ممكن يؤدي إلى إغماء الخصم. أشكركم على المتابعة وبتمنى تتابعوا الفيديوهات الثانية وتنشروا الفيديو هذا، الله يعطيكم ألف عافية.